صباح الخير، واليوم 23 نيسان 2021، وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، الفلك عم بيتحدث عن عدائيات وتحديات عم بتواجهك داخل محيطك المهني، ولكنك مستمر ومكمل طريقك بكل ثقة. وأما عاطفيا، تبدو مضطر لغض النظر عن أخطاء الشريك وتصرفاته القاسية معك. مولود برج الثور، الأجواء أصبحت مناسبة للقاءات والاختلاط بالناس ولاستعادة حضورك المهني، وتوقع حلول قريبة لأوضاعك المالية أو القانونية. وأما عاطفيا، عم تتحسن ظروفك العاطفية بشكل تدريجي وملموس. مولود برج الجوزاء، ما تعرض جهودك وخبرتك المهنية للضياع بسبب المستجدات الطارئة، وخصوصا أنه الفلك عم يتحدث عن أهداف جديدة بانتظارك. وأما عاطفيا، كأنك عم تفكر بالانسحاب من أمر عاطفي بدون توضيح للأسباب الحقيقية. مولود برج السرطان، راح تلاحظ تغيير واضح في العمل، بالإضافة لتحالف مهني عم تسعى لتحقيقه، والهدف منه تقوية حظوظك أكثر. وأما عاطفيا، كأنك عم تفقد أعصابك على أمور سطحية بالرغم من حنانك وطيبة قلبك على الشريك. مولود برج الأسد، تبدو متعب ومسالم وبنفس الوقت كاره الأجواء يلي عم بتعيشها في العمل، ولكنك مجبر على الالتزام فيها وتوقع سفر قريب. وأما عاطفيا، رح تنجح في ترك انطباع محبب بقلب الشريك، بالإضافة لمكسب مالي بانتظارك. مولود العذراء، عم تتحرك حسب الظروف المستجدة بمحيطك المهني، ولكنك محتج على رمي كل المسؤوليات عليك مرة واحدة. وأما عاطفيا، تساهلك مع الشريك لا يعتبر ضعف أبدا، والهدف منه إنهاء الخصومات وأجواء التشنج بعلاقتك معه. مولود برج الميزان، قوة اندفاعك ممكن تعقد الأمور على الصعيد المهني، وخصوصا للداخلين على مشاريع جديدة. وأما عاطفيا، عم نشوفك غير راضي عن مواقف الشريك المتشددة معك، ومن الضروري تجنيد كل طاقتك لتحسين أوضاعك المالية. مولود برج العقرب، الأجواء مريحة للتقدم في العمل أو للدخول بوظيفة جديدة، ولكن ما تفكر بالتفاصيل بالوقت الحالي. وأما عاطفيا، رح تواجهك مشاكل صغيرة مع الشريك، فما ما في داعي تتوقف عندها أبدا. مولود القوس، الفلك عم يتحدث عن تقارب بالأفكار بينك وبين جهة غريبة، رح تساعدك بتحديد أهدافك المستقبلية على الصعيد المهني. وأما عاطفيا، عم نشوفك حريص جدا على خلق أجواء من التفاهم والتقارب بينك وبين الشريك. مولود برج الجدي، ابتديت تفهم اللعبة وابتديت تتحرك على أسس واضحة وقوية بمحيطك المهني، بالرغم من عدم رضاك عن التغييرات السلبية الموجودة. وأما عاطفيا، مشكلتك قابلة للحل، ولكن ممكن تحتاج للأخذ والعطاء بعلاقتك مع الشريك. مولود برج الدلو، الأجواء المهنية عندك عم تتغير باستمرار، والحظ معك وضدك بنفس الوقت، والفلك عم يتحدث عن فرص مهمة لاستلام وظيفة جديدة أو مسؤوليات أكبر. وأما عاطفيا، عم تشعر بالوحدة أحيانا بسبب أنانية الشريك ومحاصرته لحريتك. آخر الأبراج معنا مولود برج الحوت، بانتظارك تسوية مع محيط عمل سابق، وتوقع أجوبة إيجابية على أفكار وخطط قدمت لهم إياها. وأما عاطفيا، تبدو منطقي وإيجابي بمواقفك مع الشريك، بالرغم من نار الغضب يلي بداخلك على بسبب تصرفاته معك. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار. لاقوني بكرة بتوقعات جديدة. ضلكم بألف خير، وباي باي. We'll be right back.